السلام عليكم يا رجاله. النهارده الخميس 11/7. النهارده برضو في كفر الشيخ نفس المكان اللي بخش عليه. وجينا النهارده لقينا السمكه عايمه، شايفين يا جماعه السمكه؟ بصوا شايفين، هوريكم من هنا برضو. جيت النهارده انا وجماعه من المحله وسيف معانا اهوت لتاني مره، سبع عليكم اهو. بس انا عامل حسابي بقى لان عارف ان المايه دي بتبقى السمكه عايمه الصبح، فانا عملت حسابي قلت اجيب الغزل معايا ونفرده مع بعض كده ونشوف رزقنا ايه، وهنشوف الفرد من اول ونطلعه مع بعض برضك ونشوف الدنيا فيها ايه. تابعونا يا رجاله، وبعد الفصل ده نفرد الغزل. اهو يا جماعه الغزل اهوت، انا جايب حتتين عشان نقفل عليهم. خلاص سيف دي الترعة اللي نحطه فيها اهوت، الترعة مش طولة اهي. خليك عندك بقى، استنى خليك عندك، خليك عندك يا ما تجيش عليا، خليك اقف زي ما انت، اقف زي ما انت، ما تجيش عليا. امسك بقى من الاخر خالص، ايوه كمان، انزل 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 من عندك في المي، انزل في المي، انزل انزل في المي كده. رمينا اول واحده يا رجاله، سيبه سيبه، هروح اجيب الثانيه اهو. روح يا سيف هنجيب الثانيه بالمره، يلا يلا. السمكه هنا عايمه دلوقتي، بيبقى الصبح عايمه، فقلنا نشوف نفسنا كده ايه، نجرب الغزل يعمل معانا ايه. نركب طريقه فردوش كده وطريقه شغل. تعال علي يلا يلا، بس الاول ما توطيش ما توطيش، اما يتعص ما يتلخفنش. امسك بس يا سيب، اصبر، احنا رمينا ده وخلاص يا رجاله اهو، هنرمي التاني بعده بدنا شويه. خليك عندك انت، اقف عند اقف عند، ماشي قصادي، ماشي قصادي، يالا ما تنزلش ده، ماشي قصادي كده، ماشي قصادي، ما تخافش ما تخافش، روح بقى قصادي هناك اهو، روح كمان اطلع قدام شويه عليك على الحته النظيفه ده. يا ماشي يلا، راح فين؟ ماشي قصادي قصاد الشمسيه، ماشي كمان، ماشي قدام قدام شويه كمان، ماشي عشان العفش ما يعملكش. انزل تحت كده، انزل بقى، انزل امسك من الاخر خالص، انزل سيب سيب سيب، ايوه خلي بس ماسك من فوق، ماشي بس سيبه خلاص اهو. رجاله طبعا هنحتاج نهيج بقى بالشوط طوب كده ولا حاجه عشان السمكه تجري. هسيب لكم الكادر مفتوح عشان تشوفوا طريقه التهيج وكل حاجه. اهو رجاله احنا كده من واحد هنا اهو، شويه طوب بقى وترمي ايه، خلي السمكه تجري. نروح ارمي هناك برضه شويه على هناك ده، ارمي هنا بس ارمي جدا اهو. اه غمزه الفيل يا جماعه بدا يلعب اهو، ادام لعب كده تعرف ان في سمك علق في الشبكه.
ارمي عليها تسيبه نرمي عليه هناك. نظرك ترميش عندك يالا، لا ترميش عشان ما وصل الدوار. غطسانة ايه؟ بص بص بترمز ايه؟ ما تيجي نشيل يلا كده يلا يلا رجاله نشيل قصاد بعض اهو. خليك استنى بس استنى يا سيدي، ما اروح قصادك، هروح قصادك واستنى يا حبيبي بس. لازم تحدى في الطوب كده عشان السمكه تخاف وتروح على الشبك. بس الغزل ده يا جماعه واسع من النوع اللي يعني مش هيجيب سمكه صغيره، كل سمكه اللي هيخش عليها كبير لانه واسع، فتحته واسعه. يلا يا نجم استنى بس اما امسك عشان بس نشيل قصاد بعض. يلا ارفع خبرك لا تقع، حتة واحدة ماشي قصادي، ماشي قصادي بسرعة، ماشي قصادي. يلا يلا خبرك لا توقعها، بالراحة بالراحة، حتة واحدة بس يا رجالة كبيرة، لأن الغزل ده واسع ما بيجيبش سمك صغير، السمك الصغير بيعدي منه. خليك عندك خليك عندك خليك عندك، ما تجيش عليا يا درو عليك، روح عند الشمسية، روح على الشمسية روح. خف شويه يلا، ما تخليش تمشي على الارض عشان ما تقعش، خف شويه مشي رو رو بس انزل هنا مايك كده، نايم كده وسيبه. حته رجاله اهله زهق، حته ما شاء الله خليها زي ما هي. نرفع التاني برضه عشان الوقت، التليفون الموبايل عيب الغزل ده بقى ان هو ما بيجيبش غير السمكه الكبير لانه واسع. وراح فين اهو؟ اهو ارفع يا نجم، هوبا ده جه اوت يا معلم، تعال تعال حطنا اهو. كيف تعال روح بسرعه، روح انت هناك نورو، ارفع عشان ما يتعصي يا سيه. ماشي ماشي قصادي، ماشي كده اهو، ماشي كده اهو، ماشي كده اهو، انزل انزل تحت ما تخافش، ماشي يا سيف ماشي ما تخافش، ماشي فوق، ماشي فوق. تعال على شويه تعال على شويه، امسك في العفش، تعال انزل بالراحه بقى كده، تعال شويه كمان، مد ايدك بره يا صفص، انزل بالراحه انزل بس، سيبه سيبه تربطهاش معايا كده كده مش هتنسقط.
شايفين يا جماعه؟ ثواني كده اوريكم. يلا صفصف نرفع. يلا يلا يا نجم. يلا ارفع كده. على مهل تربطه ليه؟ عشان ما يقعش في الميه. طب ارفع يلا. العب حته واحده. كل غزل جاب حته. انزل تاني كده بالراحة، انزل تاني بالراحة. رمينا يا رجالة في مكان واحد، في مكان تاني اهو. عاد الطوبة برضو. نرفعه يا رجالة. اهو فيها سمكة. بص شايفين، شايف الغمازات دي؟ شايفين الفيل اللي بيعملها؟ اهو اهو بيرقص اهو. ده عارفك ان فيها سمك. الفيل اللي بيرقص. ارفع صفصف الله مسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة بس يا معلم، كل مرة بواحد. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك معانا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم.